الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجه الله الكريم يا رب العالمين. أتحدث مع حضراتكم اليوم عن الأمراض الستة التي تدمر حياة الإنسان منا. في ست أمراض لو الإنسان منا شغل باله بيهم، أمراض اجتماعية تدمر حياة الإنسان. علمونا أهل العلم ذلك. أول شيء المتشائم دايما. المتشائم دايما تعبان نفسيا. ليه دايما متشائم؟ هل ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ هل ينقص من أجلك شيء كتبه الله؟ مش حركة الحياة كلها بتمشي بإرادة الله؟ شاء الله، قدر الله، كتب الله، خلق الله، علم الله، إنه عليم خبير. يبقى الهم لماذا والحزن لماذا؟ فتوقع المصيبة مصيبة، توقع الهم هم، توقع الغم غم. دائما الإنسان يكون متفائل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ضمن الرزق للعبد في القرآن في 90 موضعا في كتاب الله، وموضع واحد الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء كما يقول الحسن البصري. والناس برضو في قلق ودائما متشائم، ده في طرفة العين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متشائم يقول لك أصل العيال والبيت، عيالك وبيتك في رحمة كريم، هو المدبر وهو المعين، وأمرك بيدي وهو في علاء، فهتفرج بإذن الله وهتخرج وتنعم لنور الحياة. يا ساكن في ليلك وكلك هموم، يا ساهر في ليلك تعد النجوم، اطرد شيطانك وحارب هواء، عيالك وبيتك في رحمة كريم. فالمتشائم تعبان نفسيا، الحسود دايما تعبان نفسيا. اشمعنا اشمعنا فلان عنده وانا ما عنديش؟ اشمعنا فلان اشتغل وانا ما اشتغلتش؟ يا اخي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ليه دائما؟ فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عدم الرضا، السخط، دايما حاقد وحاسد وساخط، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والأمراض النفسية كلها تجيله، والضغط والسكر، اشمعنا ومتشائم. أهل الرضا لا يعرفون الضغط ولا السكر ولا المرض، لأن يعلم أن كل شيء بقدر الله. فالحسود تعبان نفسيا، المتشائم دائما تعبان نفسيا، من الأمراض اللي هي تدمر حياة الإنسان. اللي دايما شاغل باله بالناس، فلان بيقبض كام، فلان اشتغل، فلان ما اشتغلش، دي قاعدة ليه من غير جواز، ده اتجوز، ده طلق، يا عم اشغل بالك بالله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ انشغل بالله عليك وما تشغلش بالك باللي حواليك. الرجل لما توفي غزوة من الغزوات وقالوا في الجنة، الرسول قال وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. بتدخل نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ نهى النبي عن كثرة السؤال. كثرة السؤال، هو ده قاعد ليه؟ هو ده بيقبض كام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. المتشائم تعبان نفسيا، الحسود تعبان نفسيا، اللي شاغل باله بالناس تعبان نفسيا، اللي دائما حزين على الماضي. يا أخي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، حزين على اللي فات ليه؟ ودائما شايل الهم ليه؟ دائما الإنسان يكون عنده حسن الظن بالله والثقة في الله. فاللي شاغل باله بالماضي دائما برضو تعبان نفسيا، وتلاقي برضو الخوف من المستقبل، في قلق دايما، خايف من بكرة، أصل العيال، يا عم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القلق ده سجن خطير قوي، لو مسك الواحد فينا يعيش في هم وغم، أصل خايف من العيال، أصل خايف من المستقبل، أصل مش عارف إيه، دائما في قلق. خرج نفسك من سجن القلق ده، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. والخوف من بكرة سوء ظن بالله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. توقع البلاء بلاء، توقع المصيبة مصيبة. آخر حاجة بقى من الحاجات اللي تجيب الأمراض أو تدمر حياة الإنسان، اللي دايما شاغل باله بالتفاهات، أصل فلان ما اتصلش علي وعزاني في أبويا، أصل فلان ما اتصلش علي وهنأني بالفرح، يعمل يتصل خير، اللي ما يتصلش ربنا يصلح أحوال الناس كلها. النهاردة في ظل الأزمات اللي احنا فيها ما حدش يسأل حد، لأن الله يكون في عون الناس كلها، ده في الغلاء والابتلاءات اللي احنا فيها. فلو واحد ما سألش يسأل انت، يقول لك أصل ما جاش عزاني أنا مش هروح أعزيه، أصل ما جاش زرني وأنا مريض أنا مش هروح له.
اصل ما جاش فرح ابني انا مش هذهب اليه. يا عم روح للناس كلها، عامل الناس باخلاق الاسلام، انت هتعامل الناس باخلاقها، هتعامل ده بالقطيعه، وتعامل ده بسوء الاخلاق، وتعامل ده بالمعامله السيئه، وتعامل ده بالنفاق، هتجتمع فيك انت كل الخصال السيئه. لكن انا بعامل الناس باخلاق الاسلام، بعامل الناس باخلاق سيدنا رسول الله، وانك لعلى خلق عظيم. فنسال الله حسن الخاتمه، نسال الله ان يصلح احوالنا، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. جزاكم الله خيرا.